بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا الكسور وهذا ورك الصومالي كيف ولدين كاجي مانا يستوديا هم قال ده نيروبي وحنا أودي أران يقو عبد الله أحمد علي وده بدأ كودا وندون تان كودا ودور كورونا وحكم ده الله نحرسته معلن عبد الرحمن معلو ودوان لجود لي مقال ده مقدسه أيام أنت على أسي إذن كاسلوب الصومالية أيام أنت وحود بالدين حسك كنتن يا فرسان الجوردي كسور يقتهي أساس كإذن كاسلوب الصومالية معمول كاتيك بدأ خضرنا يا وحاي دقح دقين دي بوليسكا ودوين كحافظها يدك مداسي خضر بداسي خضر بكلو فافاسان يد جورد ورك قدا وندون تاني وديار جروب شركة الصومنت تيليكوم وحي كوهيسا 4G انترنت حوارة سرالي يحرموين قيمة جبن صومنت تيليكوم وإزجارسين تاجيل كعصو شركة بيكو وشركة قوويني بحيسا أذيق كورنطة الصومالية بيكو وحاي كورنطة سيسا انت بدن كونفورت الصومالية سيدة بنادر جوبلان هيرشابيل لأي كونفور قلبيت بيكو وحاي سيسا أذيق كورنطة ورميستيران دمان تضبيه تبنك دقمي قبل كبنادر يقوبها قووين مقالادة مقدشو سيدا ايربورك اذن عده ده كده مقدشية دمان سفارده هي هيده عالميك اه عبد الرحمن معلو ابي كروح لهذا عدالت ولي مسهلن انا لسو حرير اهل كينا مجرتو قرصوركي هاي اذيه محال لهذا ابنك ولي ما هينو وحا اسلا قران عدالت انا سيدا ده ارادنو الله أكبر الله أكبر توري 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 كو يتون بري أفنجير كجري مانتا عيا اللوقة دي هوي جيسي رسمي لها قف كان كهل ليا والله هون حديثة الأستاذ عبد الرحمن معلو أبيكر وبركة أها إسكول كسيدي وكويا لدق مدى ودجير قبل كبنادر هل كاسو الله بيه تبنكي بيشن لقود نحجري الأستاذ علي عبد الرحمن ومانتا لوجل بي جورجيس الرسمي لها الله أقولنا حريسته واحد لي سيد الله الشيعي أرضي هري وقلق نجيبي سكول كبرها وكاها الأستاذ عبد الرحمن وحن قصو قناة إثبتة المدينة مقالة مقدشو حال كان وحصلات دا جناسة دا لغلتو كدي الله أقولنا حريسته الأستاذ عبد الرحمن معلو أبيكر وحنا إن صلاد جناسة دا كسو قيب قلي حلبانا كترسن قولها شعب كي بارلمان كسومالي وكمي دي حلبان قليف سيدوك الوحا كسو قيب قلي بحض جامعة دا دل ميدو قدوكسية دا قبل كبنادر ميدو قدوكسية دا صوماليات إن بحض وحبرشة دا قيبه دا كالدوان معلمين يا قيبه كالدوان رد بلشة دا ريت كسيدوك الوحا كسو قيب قلي إيه لذا مرحومك حلبان قليف وكمي دا حلبان دا قولها شعب كي بارلمان كسومالي إسلام كان قيبت كأها ضدكي هل كان سلادة جناسة كلتو كري ميت كالله ونا حريستي الأستاذ عبد الرحمن معلو أبيكر أو سومالي كابل سيجارة والله اللي وحا وشيغي إن أمر إسايا يحلبان هذا متلا أن الله ونا حريستي أن أستاذ عبد الرحمن وكيمد إن مانتل لعاسو أستاذ عبد الرحمن معلو أبيكر والله بيتو بيشان لقود أحد لي دكسيغو وبرها كأها وسيدي لغو مقعبا كاسوكيا لدقمد ودجيري قبل كبنادر إن الله وإنا إله راجعون قف كستوى ميت إله ونا حريستو أستاذ عبد الرحمن معلو أبيكر وأسبوع كهر قاعن كحق درن كده شيء سكول وحكدي جاي هراء وحبذا لاقى هذا الرمي هيسا كنا قرن معي وحنو ما هدعلنا يا أنت جنازتك صغير كشيء أسكيسك صغير كشيء وصوماليات يأهل بله قبر جيسا إله يا نوريو قاعن كحق درنا هذا الشيء وأهل الجنة كي كحق درنا إلهي قاعن تهسوق ليه أنت كدب معلمين تي بهذي وحبر الشذا أيام ربع مركل ينام هذا عليه أو سكول الذي دب أفرعي مدن أبر أرديقي كليه وعن ربع يجلفت ودنا باق قدره أو إني كدة دالان إني سكان أمني سكول الذي قارك ميدي هلا المرحوم كوسومالي كبر الله عليه أيها الشقي إن يجا أول عدالة أهل الأستاذ عبد الرحمن ما أنت آسيا سلام ركانا أي شقين إن الأستاذ عبد الرحمن أي كأنه وعين إن مدحدي قرنك
maanta taariikhdu tahay bisha labaad 2024 waxaan halkan janaasa kula dukanay ustaad abdirahmaan macluu abiikar ustaad abdullah abdirahmaan macluu abiikar wax la yiraahdo cadaalad wali muusa helin cadaalad darada waxaan ka tabeynaa madaxweynaha ugu sareeya qaranka xasan sheekh maxamuud waa macallin gudoomiyaha baarlamaanka waa macallin ra'iisul wasaaraha waa macallin gudoomiyaha degmada waa macallin marka la soo sheego intaas wada macallimiin ah wadanka hoggaamiyaha kooxad ma jooga hadii ustaadkii macallinka eeyada bahdooda ka tirsanaa hadduu cadaalad heli waayo cid cadaalad heli doonta ma aqaana soomaaliya marka waxaa idin leenahay waxna la soo xiriir ehelkeena ma jirto garsoorkii hay-adihii maxaa la yiraahdaa amniga weli ma hayno waxaa isla garanay cadaaladda inaan sidaada u raadino aan ka sugna madaxda qaranka ugu sareysa xasan sheekh waxaan leenahay ustaadka waxaan isla garanay sida sharci islaamka ay qabto in la aaso barar dhan oo micnaha ummad dhan soo saaray in maan si micno ah lagu dilo raalli ka mudanihin marka waxaan rabaa cadaalad in loo helo haddii arrinkaasi la sameeyo waa cadaalad loo heli waayo dowladda iyo laamanka amniga waxay horseedayeen in maanta laba qabiil ay isku dhacdo oo dhibaato ka badan ay timaado hadda arrintu waxay taagan tahay hal nin oo macallinkiisa dilay ay taagan tahay biri laakiin waxay tegi doontaa kumayaalo dhallinyaro in laiska dilay dhigi doonta oon u baahannahay oo mustaqbal waddanka u ah ayay imaanaysaa markii qolo gaarna wax laga sameeyo in 49 sharciga lagu soo gebagabeeyo marka kalena oo qolana wax dhib la geystana in oo isdaba jiitamo saas daraaddeed annagoo og in xaaladda waddanka uu ku sugan yahay haddana ma rabna inaan dhibaato kale iyo buuq kale la sii abuuro haddii dowladda ay dhibaatada taagan maanta ay macal u heli waayso waxay degaysaa in cid walbaba ay gacanteeda maasho cadaaladaan rabnaa maalmaha horta aad u batay welina in cadaalad la heli way adag tahay in aan dowladda cadaaladii ka helno oo aan dhibanaha u nahay oo aan ka tirsanayn haddaan ka waynane inaan u qasbin in ninka sharci kaa riiway shantaada kaa reebtay erigay ahay cidcid ka lafuyin ma jirto cidcid ka xoog badan ma jirto cidcid isu lafa sheega karta ma jirto lama kala abood badna maxamed soomane somali kebel bartamaha isbitaal madiina muqdisho waa maamulka degmada hodan oo maanta dhagax dhigay wadooyin laami ah iyo kuwa interlog ah sidoo kalena kormeer ku sameeyey wadooyin ay ku socdaan dhisme laami iyo interlog kuwaasi oo laga hirgeliyey waxyaha kala duwan ee degmada hodan maamulka degmada ayaa waxaa horkacayay gudoomiyaha degmada hodan cali fahle waxaana uu gudoomiyuhu mid u kuurgalayay habka ay ku socdaan dhismaha wadooyinka la dhisayo iyo sidoo kale nadaafadda guud ee degmada hodan oo ay ku yaalaan goobaha ganacsi ee ugu waaweyn badi caasimadda ayaa waayihii ugu dambeysay ahayd mid kobac dhanka dhismayaasha uu ku socday kuwaasi oo bilicda caasimadda kor u qaaday mas-uuliyiin qaybka ahay dhagax dhigga maanta ayaa ugu horreyn ka hadlay dadaalka dhismayaasha wadooyinka iyo sare u qaadida bilicda nadaafadeed ee maamulka degmada hodan ay wadaan ilaahay noo suurageliyey inaan goobjoog ka noqono markhaati ka noqono qayb ka noqono isbeddelkaas muuqanaya ee xoogga leh ee dardarta ku socda ee ka dhacaya degmadii aan deganayn waxaa yacnii xasuusanaynaa sida ay nolosha ahayd iyo meesha ay ka timid degmada hodan marka wadooyinkan oo ay dhisayaan dadkii shacabka oo aanay dhisayn hay-ado iyo yacnii NGO-yo international oo shaqadii ay qabsanayeen dadkii degmada deganaa ku noolaa ka shaqaynayay yacni waa guul weyn oo taariikhi ah oo goobjoog u nahay oo sannado badan dad imaan doona ay ku adkaa doonto inay fahmaan meeshii waxaan laga soo bilaabay iyo sida loo soo bilaabay waa u mahad celinaa gudoonka degmada iyo maamulka madaxda sharafta leh ee dhiirigelintan yacnii u soo istaagay garab siiyo dadkii inay waxaan dhisaan shaqadan qabtaan intii hadda aan dhex marayna degmadana aan u jeedno inay wadooyin badan shaqadan ka socdaan waxaa xusuus dheer noo ah jaamacad balaasma goobtan waxay soo degtay 2009kii waxaan rabaa midkana hoos ka xariiqo dadaalka ee gudoomiyaha degmada hodan uu bilaabay ilaa iyo markii loo magacaabay mas-uuliyadda ama xilka degmada taasoo suuragelisay in jidad badan oo ka mid ah degmada hodan ay dib u dhismaan in jidad horey u xirnaay oo aan dhibaato ku qabnay haddii aana dadka degan degmada la furo oo socodkii mataqaan aad u sahlanaaday gudoomiyuhu habeen iyo maalin wuxuu hawl iyo shaqo uu ka waday sidii macnaha degmadan iyo xaaladeeda nololeed ay u hagaagi lahayd waxayna tahay markhaati cad in hadda uu ka socdo dhismo jidad kala duwan oo degmada ah qaar badan ay dhismeen
قار هوري أخرناين أي فرمان مركز قدومية ذلك ووضع وان كما هدعون لنا وانا أقوهم بليين لنا واحد أكتهين لاني قاني لاني قاد أقوه الرئي ماهن وحالة ديسي لامية كالة وقدومية وآد وقصة الشقيقي حد وحالة ديك حد قطنك ليا ماهن مدى أيها سعطه وكبه لابانا سيجوهرة إلا تغي سجدك تربونك مدى أنه والله وضو مدى واحد كسوه بلابانا سرطة سيبيانو وحي تغي سلامي بنادر مدى أنك انت كالي حانيسا وحي تغي سلامي كالو أفقوية وعرين آد يآد وبلارن وحانا كسوه شغيي قدومية هدك موهن آد يآد بماتسيني هاي وقدومية رباح إن أي هرمرتو حافظو أمدك مدو آد يآد بونا ودلالي أقول ما هتصير هاي. وقدم بين قدم يها هضن على فهلي أي شيء إن اسم ياشا ودوينك حب أي ساريان برس شعب كي شركة ده أنا ضاف ذات ب لوج بهني هاي إلى أنت ودوينك دقم ده أول قل حساب تميو. إن رنتي فرحة إنه تامان تينا نلقى نتاعنا هاي إن أنا وضد أنا يحدي إنه إن أنا ساكن هي صحافة ده أنا إسرائيل أنا سكر ميرني. شقوقين كده مذا كسر عذارنا إنه دي مين مناسبة ده عن وحل دهنا لبرة يحديك ووضع ده مهم كه إزدوس كان أفر توضعه أو أفر ميلاد أو كلا من حاجة دو من هالكاس دو من هالكبر يكفر وغوي قلبه أنت هو هذا لامي كان وأنا لامي كنتي أد مهم وح سيدا سكر كنتي ماشي عن وصعنا وحي تاي dirigelinta ee garab istaaga aan kala joogsi lahayn aan ka haysano gudoomiyaha gobolka aan duqa magaalada Muqdisho Sheekh Yuusuf Madalo oo aan u sameysan inuu horumarka gobolkan ka qayb qaato ayaan dirigelin ka haysanaa sidaas oo kale iskama duuli karnaa iskama socnaa waxaan dirigelin ka haysanaa dadka ay ugu horeeyaan dadka haldoorka halkan jooga ganacsatada ee degmada Hodan degan ayaan waxaan ka haysanaa dirigelin aan ku shaqeyn sida la ajligeed ayay noogu qurux badato inaan shaqada aan hayno ay noo qurux badato runtii hadaan jira maanta waxa socda ayaan ka sheekeynaynaa anaga dhagax dhigna way iska deynay ayaan tan xarig jarna way iska deynay sababta hal munaasabad aan rabnaa inaan ka dhigano hadda waxa jira dhagax dhig kale oo wada interlog oo ayaduna aad muhiim u ah munaasabadan ayaduna waa hadli doonaa way si arki doonaan wariyasha saas oo kale waxa si arki doonaan wada kale wadooyin kale oo laamiyaal iyo interlog ya المهم شغلاس أي هيان شعب كريه هذا سكوت دو بني جناس تو يمام الكل عقبات أي جرتة هاي تا عقبات داس عقبات لما أنت نلعب جد بني أنا هاي ستة وحن نوصب أنا نولجن أو حن أرجع أنا هاي ستة دت وطه دت كي قد غضضة أو واجي ورد دت كملا دت كميت كأي مجال ده مرك غرحية كوبن ناين كدو جيل أيه ودوين كوسو ورجيني قفان أبينك سجال ساعة على إيمانا شد آت سميدو إنتر لك صبح قدي على ذي أو عارك ساعة سوى جاهم لامي آت ربطه أول ربو إن لامي جاس لج إن مهم كأه أيادو حضرك ساعة سجال ساعة همين نمو أيادو لجرا واحد ربو ما أنت إن هل عد شد يبو هدي له ربو إن وضع مهم الله جرا ويدعي كرتا إن باهيد برشة كتم عدو ويجيران كو ورقدو دل سوق بيودات كي دسي وداس او غدوميا كا اي سوق بيين شركه دي او قيمه له اي اي سو عدسته صدح بلود اي اغيال هدان منفع ربانا هدان ربان كي هلي كره لكن لا حجلد ايغا هيسو ودوينك ايان اسمي كره وحنا ربا مانتا هورتين ان مرقاتي كا هاتان نيمانكا فاسس كا وات او غروين كا وات او بدايلدا وات او نيمانكا ان وخ مغرتدا او شركدها شيغانا اي او غامينايان قفكي اركا انو كور دغه بدايلكا او يرا جوج او نيمانكاس وهرين عن مال إسكا سارنو ووحي الله ربا عن معمولهان عنو إسكو دوبان أيان فلوني إنا وحي بلشادة ميم كواسات بيها واللوبة هيا كرمتادة واللوبة هيا إنترنت كان واللوبة هيا وحان غدودان كعود صدق عن عصادة دراع يرقي سبا يشركة دا لسايس إن الله سي سمعي يوميالي وحماري الحايين عم حدين عرضو في سومالي كابل تي في مقدشو إذن كأسلوب تاسومالية دايا مانتا وحايو دبالدگين حوزكا كنتن يافرسن قردي كسووريغة تاي مركي لأساسي واركان فافاين تي سواحا مقالادا مقدشة كسو ديرتاي ورياها يغا بشرة بشير عبدي وحا
وحمانت مقالة مقدشة لو قبتي حفلة دهر دعوة مناسبة لو قد بالدقية آس آس كعيدا كأسلوب تصوماليه دو كوبيغن لبي لواتنك فبراي وكون سغال بقولي تدواتنك وحاكسو قيب قلي حفلة ده مدحدة هي أدها الدولة دو قهر يو زيرك عدالة ده حسن معلين وسيرك أياهم باليو در عيدا كأون الرجيي سرياش سراكيش سراكي الحية نظا دبلي ده عيدا كأسلوب تا إنسانت كان سند كي سحيق أيكو قاران هرمر إيا برارا مناسبة دن ما أنت قروح ده بدن له ونوغو ده بلده إنو كنتني أفرقورة دي كسو وريكتي لسمها عيدا كأسلوب تا صوماليات آدي آدي يا رنتيو بقادنا يا ما أنت سند كان سند كهر رئيسي إندي يقول حي قبانا يا قروح إنت كبدن وحي قبانا يا أسلوب إنت هورا كبدن وحاجر كرر يا قبع يا قروح بدن باجرتا إلي بان أم هذا لنينا إذن كأسلوب تصوماليات مركان لا يمان تأسلوب بكم مقطع وحي هيان هو شو هو أدق أي بلشدو هيان وحي هيان دتكي أما مواطنين تي محبيس تي عدالة ده هالكان كنتي أو كحكونا عدالة كحكونا مركان لكيني هيان dadkaas waa dad la rabo in la hagaajiyo oo la dhaqan celiyo oo bulshadii lagu celiyo ayagoo hagaagsan oo suuban marka hawl adag ay hayaan aad iyo aad uga mahad celinayna duruufa adag oo hadda laga sheekeyna way ku shaqeeyaan runtii inay halkan soo gaarsiiyeen habsigan boqol sano ka badan ayuu dhisan yahay oo habsi cusub maahan waxa uu ka yimid ciidanka asluubtu insha allahu taala sanadkan waxa qorshaha noogu jirtaa inaan u helno dalkan habsi cusub oo kan bedela inaan u helnay qorshaha noogu jirta waxa qorshaha noogu jirta inaan hagaajino oo aan horumarino awooda ciidanka asluubta shirab shir abdi somali kel tv muqdisho waxaan ku suganahay isbitaal madina oo la keenay meedka allah uu naxariistay marxuum abuukar axmed oo xalay laga afduubtay degmada helwa gaar ahaan agagaarka shaleem abdullaayil marxuumka oo meedkiisa laga helay deegaanka garasbaale ee dowladka muqdisho ayaa ahlidiisa waxay sheegeen in aysan garaneynin cida dhabta ah ee marxuumka afduubtay ama dilka u geysatay balse waxay sheegeen in ay jiraan tuhumo laakiin ay gadaal ka soo sheegi doonaan marxuumka ayaa la sheegay in uu xilliga afduubanay ka soo laabtay garoon kubadeed oo ku yaala xaafadda CC ee degmada Kaaraan marxuumka wuxuu ahaa nin ganacsada oo kamid ah ganacsada ku nool magaalada Muqdisho waxaana la sheegay in dhawaan uu ka soo laabtay dalka dibadiisa balse arintan ayaa abuurtay cabsi ku saabsan ganacsada ku nool magaalada Muqdisho arintan afduubka ayaana ah xaalad cusub oo aan hore ugu dhici jirin magaalada Saalax qodobkaasi ayaa daawad iyo ugu dambeeyay ruuxii dalkii dibadda naga soo gaaray waad ka daawaneysaan telefishinka Somali Cable si gaar ah studiyada magaalada Nairobi waxaan idin akhrinaya aniga Cabdullaahi Axmed Cali aniga dhamaan wariyashii kala qayb galay tabinta warka dhamaanteen isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo